سي عبد السلام اتصل بينا السيد. بالله عليش خويا دخلت احنا عنا نص ساعة. السيد منصف خميخة طلب حق طلب حق رد سي عبد السلام. خويا جيبه ولا متكلم من بعد. سي عبد السلام. ما كانش خويا انت جايبني نص ساعة. نقعد واحنا نحكيو يا سي عبد السلام ما نجمش نقولوا ليه كيفاش اقعد اقعد. يا سي عبد السلام. ما يصيرش تسمعوا السيد معنا نسمعوا يا سي عبد السلام. يا سي عبد السلام ما يصيرش وسع بالك شوية سي عبد السلام. اقرسيف شوية. شنو المشكل شنو المشكل نسمعوا. انا جيت معناها. انت جبدته هو يحكي هو عنده حق باش يجاوب. سي منصف اهلا بك. اهلا بك مرحبا بك وتحيه لزميلنا وصديقنا وصاحبنا سي عبد السلام. تفضل سي ما عندناش برشا وقت سي المنصف لو كان تسمح في دقيقه بايجاز. تصحيح لبعض المعلومات اللي ربما سي عبد السلام ما يعرفهاش بالنسبه للاعب امبيجي للاعب كواكو راهو القانون الفصل 64 يقول لوبليغاسيون دافوار دي ماتش انترناسيونو ني فالابل كو بور لي جوار او دولا دو 21 ans. هو اللاعب كيما يقول فكيناه له وما يعرفش قداش عمره 19 سنه كواكو معناتها ماهوش مجبور في اللاعبين اللي اقل من 21 سنه ليسوا مطالبين باش يجيبوا اللي هما لعبوا في فرق في الفريق القومي ويجي يثبت على روحه الارتيكل 64 هذه الاولى. الثانيه احنا وجماهير مدير الصفاقس وجماهير بن زرت حبيبات قبلناهم بصدر رحب وهذا واجب علينا ما غير حتى مزيه وما حاجتنا باش يقولوا لنا حتى حد بارك الله فيك. احنا نشكروا الهيئة المديرة نتاع نادي البنزرتي في مقابلة الذهاب بقى تصحيح صغير وان كان ماهوش مشكل راهو الفرق بيننا وبينهم احنا استادنا نو اومولوجي مالغري سا بارك الله فيك. حتى احنا نو اومولوجي. لا لا حبيت اقول لك مثال حتى احنا نو اومولوجي وصفر زاد سي المنصف راهو حتى احنا نو اومولوجي وصفر جمهور معناش حق شوفها كيف كيف ثم فرق ثم فرق وما هيش مزيه معناتها نعملوها بقلب كبير حتى احنا عملناها بقلب رحب يا سي مصر كيف كيف من غير حتى دومون حتى حد يا عسلام يا عسلام كلمتين مش نقص ما مش مشكل راهو احنا 300 تذكره اللي عطاهم لنا وبخلاف اللي دخلوا راهم جراتويتمون ما غير مزيه ما غير مزيه بقى هو راهو عندنا ال 100 صحيح دخلوا الجماهير اللي جاوا الكل مي ال 100 دفعنا 20 دينار التذكره عادي عادي هذيك الامور تنظيميه راهو احنا اذا كان ناس المنصف راهو حطينا 100 هما كانوا موجودين 300 على الاقل المهم مش اما الامور تنظيميه ما تنجمش انت تجي تحل الباب كما صار مثلا في الواحد ما نجمناش نلقاو حل معناها سينو رانا عملناه وفي اول جورني وفي مرة جاية خويا مسير جيب عندك 1000 انا قدام تونس كامله جيب 1000 تنعطيك 1000 جراتويت ما عندي حتى مشكل العفية معيش خويا مانيش ما تحبيت تصحيح برا هذا هو معناتها بالنسبه لكواكو ما يصيرش سي المنصف باش نعاودك مره اخرى راهو الجوار خليه يجاوبك سي المنصف على كواكو سي المنصف الوقت ربما سي المنصف تسمع فيه سي المنصف خليه يجاوبك على كواكو تفضل كواكو قلت ما نعرفش عمره جانا قبل عمره مازال ماش متسنى وقعد عندنا 6 شهور ياكل ويشرب من بعد على علمي انا مش لازم سي المنصف تو ما يصيرش راهو احنا وخيان وكل شيء انا مش تو نقرا في تونس كامل انت تعلم بيه سي المنصف اللي هو تسرق من سيابي ولا ورئيس فرع نتاعك ورئيس الفرع كيف انا فما اخلاقيات تو ساعه ساعه تحبوا تخرجوا لنا سي المنصف نحترم كل شيء تحبوا تولونا انتوما الاخلاق والصفات انا ما نعملهاش سي المنصف انا جواري تانا في السياسات باش يسرقوه ما عملوا دونك ما تجيونيش ولا تحبوا تولونا معناها هكا قدام التلاف السلام عليكم والله كذا واحنا اخلاقنا وما تسمحناش وما لي اخلاقه ما تسمحلوش ومستواه وكذا ما يسرق جواري العباد احنا نعرفوا اخلاقكم طيبه وهذاك علاش علاقتنا طيبه مع بعض مع بعضنا هذا ما يشكك فيه حتى حد احنا ممكن اخلاقنا مش طيبه مش مشكل الله غالب بس مش طيبه سي المنصف انا قلت انا قلت ما نعملهاش اخلاقنا طيبه انا عندي تو قرابه ثلاثه سنين في سي ابي جي لوكازيون باش نسرق جوارات جي لوكازيون باش نعمل برشا حاجات ما نعملهاش حتى جوارات اللي حتى طبيعتك انت عبد السلام يشرق عليك ما تعملش حوايج كي هذه نعرفها هذه تو نشكوا في هذه مش هذا موضوعنا حبيت نقول لك توضيح اذا ما تعرفش القانون نعطيك الوقت ماشي مشكلتي انا قال اسمعني يا سي المنصف هذا قانون انت ما تبارك الله عليك انت ساعه ما دام كلام ما فسرت لازم تفسر لي انت سي المنصف انا انت ما تكلمت تو لما كلمك الكاتب العام نتاعك وقال لك اسمعني راه قال لك وقالوا لك وكذا معناها انت تو تحب تقول لي تفهم كوره اكثر مني ولا في القانون اكثر مني ولا خويا بارك الله فيك اما هو فما شكون قال لك قول اكيد بارك الله تكلمت انا ما عندي حد يقول لي انا نتكلم وحدي احنا متربيين باش صح حتى لو كان ما نتصورش قبل 21 سنه جوار اقل من 21 تلعب سينيور مدام يلسوفي وصل سينيور معناها يلزموا لي بارتيسيباسيون كوسو معناها يا 10 في لي جون هذا والا خمسه في الا ولا خمسه في الا دونك هذا اليوم لازم نتاكد منها انا المعلومه مي اذا كان جوار اجنبي اللي نعرفه
يهبط للتيران وهو اجنبي عمره 20 15 16 عمره 25 يلزم يكون عنده في لي جون 10 بارتيسيباسيون في ليكيب ناسيونال تاعو. واضح واضح. مالك يحصل في 21 سنه قبل ما يخرج وقت اللي يفوت مالك واكو وقت اللي يفوت كواكو الجواب هذا واكو وقت اللي يفوت 21 سنه مالك يفوت 21 سنه ما عادش عنده الحق يلعب في تونس. واضح. شوف محضر الجلسه العامه العاديه للانديه الرابطه لكره القدم الاولى والثانيه 2016 9 9 12 2016 سي المنصف يعطيك الصحه سي المنصف. سي المنصف ما عادش عندي برشا وقت سامحني سي المنصف.